مساء الخير على كل عشاق الفانيلا الحمراء والقلعة الحمراء والنادي الأهلي ونادي القرن. النهاردة عندنا حلقة مع ضيف سوبر ستارز. فعلا ان احنا قناتنا هنا وبرنامجنا بالذات احنا ما بنجيبش غير الناس اللي هي سوبر ستارز، الناس اللي ودت كتير جدا سواء لناديها او لبلدها. فاحنا عشان كده احنا ما بنجيبش اي حد، وهتسمعوا كلام يمكن لاول مره تسمعوه على قناه النادي الاهلي. قبل ما ابدا اتكلم النهارده عن اي نجمه، طبعا عن نجمنا، انا النهارده هتكلم عن راي المجري. كان بعض الناس ايه بتقول لي انت يعني بتقول راي المجري مش رايي انا، وانا قلته قبل كده وهكرره كتير قوي، انا لا مع حد ولا ضد حد، انا مع الراي العام، مع الناس اللي بتقابلني في الشارع وبتقول لي يا كابتن احنا بنشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا، وقلت قبل كده في حاجات كتير اتكلمنا فيها. النهارده هتكلم على اخراج المباريات. اخراج المباريات النهارده مش عاوز اقول لكم حدث ولا حرج، لو بيصوروا دوره في مركز شباب مع احترام مركز شباب مش هتطلع بالطريقه دي. مصر دلوقتي بقت عندنا كل الامكانيات موجوده، جبنا الناس من بره كره اليد وعملنا فيها احسن تصوير في العالم، امم افريقيه، كاس العالم للشباب، كل حاجه بتبقى موجوده عندنا الا كره القدم. معرفش يعني معرفش المخرجين بيفكروا ازاي، يعني هتلاقي الماتش شغال والمخرج بيجيب واحد بيدور على واحد صاحبه في الملعب اللي بيهرش كده واللي مش عارف بيعمل ايه واللي بيعمل ايه وسايب الماتش، تيجي بيعيد في اي وقت، بيعيد في اي وقت ويبقى الكره جول. لذلك احنا معظم الاهداف اللي بنشوفها من الاعاده بتاعه الاعاده نفسها، ما بنشوفش الهجمه بدات ازاي ولا عملت ازاي. انا ما اعرفش انتوا عايزين ايه، انتوا ما بتتفرجوش على دوريات العالميه. هتقول لي ما تقارناش بالدوريات العالميه، لا احنا هقارنك بيهم لان الامكانيات عندنا، وده من كلام ناس مخرجين في التلفزيون المصري. وانا اشتغلت في التلفزيون المصري، اشتغلت في التلفزيون المصري في القناه الثالثه والفضائيه المصريه، اشتغلت فتره طويله جدا وعارف الامكانيات ايه اللي موجوده في قلب التلفزيون المصري. احنا كمخرجين بنستسهل، مش عايزين شغل الروتيني، شغل الموظفين. الكره بقت صناعه، ابص الاقي واحد بيعيد وكره في نص الملعب ملهاش لازمه وهجمه خطر جدا وجول بيتسجل، ابص الاقي الجول بيتسجل من بنشوفه مره تانية من الاعاده. هو في ايه يا جماعه؟ يعني ننسى شويه، مش هقول لك اتفرج على الدوري الاوروبي ولا اتفرج على اي حاجه تانية، لا اتفرج على الناس اللي جنبين، اتفرج على الدوري السعودي، اتفرج على الدوري الاماراتي، اتفرج على الدوري القطري. هم دول يعني جابوها، هي بنعمل ذره ما بنعملش ذره، انما انتوا بتستسهلوا، انتوا بتستسهلوا. ده مش انا اللي بشتكي، ده الجمهور كله هو اللي بيقابلني، هو اللي بيقول لي لازم يا كابتن ما ينفعش الكلام ده. وهديكوا دليل كمان عشان ما تقولوش انا بتجن على حد. معظم المباريات الاخيره اللي بتتذاع في التلفزيون المصري او القنوات الفضائيه المصريه اللي هي بتذيع الدوري العام، بلاقي المقدمين او المذيعين بتوع المباراه بيشتكوا من يقول يا مخرج ارجع لنا احنا مش شايفين حاجه، بيجيب حاجه لا تمد صله بكره القدم. انا بقولها لكم بكل امانه، انا واحد من الناس ببقى قاعد مستاء جدا، رغم ان فيهم ناس اصحابي وناس حبايبي، وانا زي ما قلت لكم ما فيش مشاكل مع حد، انما اللي احنا بنشوفه على التلفزيون المصري من المباريات والاخراج لا ما ينفعش. انا زي ما قلت لكم قبل كده مصر رجعت، فلازم ترجع بكل حاجه، لازم كل واحد يتعب شويه. انتوا حضراتكم بتستسهلوا، كل مباراه موجود في التلفزيون المصري. الكاميرات دي ما كانت بتطلع في الامم الافريقيه وبتطلع بتطلع، ما موجوده عندكم. وبقول لكم في كل مباراه في كاميرات مش اقل من 24 كاميرا او من 10 من 15 ل 20 كاميرا موجودين. ابص الاقي الاوفسايد بيجيبوه في الاعاده بتاعت الفار، ودي هتكلم فيها برضو دلوقتي، دقيقه ودقيقتين وثلاث دقائق كمان، والاخر يقول لك لا اوفسايد. طب انتوا فين؟ يا اما انت قاعد سرحان فوق، يا اما انت جاي مش مستعد مش محضر للمباراه بتاعتك. الكلام ده مش هينفعنا بصراحه. ولما اقول لكم لو عدتوا هنعود تاني، انا هفضل ورا كل شيء. يعني انا اتكلمت قبل كده في لا التعصب، وهفضل في كل حلقه اتكلم لا التعصب. الاخراج الاخراج، المعلقين المعلقين، الفار ناس مش دارسه حاجه ولا شايفه حاجه ولا مستعده لاي حاجه. فعشان كده انا بقول للمخرجين فوقوا شويه، الكوره بقت صناعه، وكل ما هتحسن تخلي الشاشه كويسه كل ما هتلاقي سعر الدوري العام ده هيزيد، انما بالشغل اللي احنا بنعمله ده ولا ينفع بخمسه صاغ. مع احترامي الناس كلها مستاءة، حتى المعلقين بيشتكوا، مش كل شويه هنفضل نقول يا جماعه الحق كذا الحق كذا الحق كذا. فما ينفعش، حط الكاميرات بتاعتك الكادرات بتاعتك على الاجنب صح،
حطها ورا الجول عشان احيانا الحكام بيبقى فيه شك. طب ما انا ليه، طب ما انا احط الكاميرا بتاعتي، العالم كله بنشوف، العالم كله بنشوفه، امكانيات عندك الامكانيات، بس انت بتستسهل. اتمنى ان الفتره الجايه نشوف حاجه غير اللي احنا شفناها خالص قبل كده. بقول لكم مصر رجعت، وهفضل اقولها مصر رجعت، مصر بتتقدم امكانيات. لا عندنا امكانيات، انا ما بقولكش هقيسك بالدوريات الاوروبيه او هقيسك بالدوريات اللي مكسره الدنيا، الانجليزي والاسباني والايطالي، لا انا بقيسك بالدول اللي حوالينا، احنا كنا ايه وهم بقوا ايه. احنا مش اقل من اي حد، امكانياتك موجوده، بس شغل الموظفين ده، شغل الروتيني ده، ده لازم نبطله. بقول لكم الكره او الرياضه بقت صناعه، الصناعه ديت لازم كلنا نحسن المنتج بتاعنا عشان سعره يزيد، اللاعب هيزيد، المباريات قنوات تانية كتير هتاخدها، انما بالوضع اللي احنا بنشوفه لا ما ينفعش. اتمنى ان احنا نشوف الفتره اللي جايه نشوف حاجه غير اللي احنا شفناها. ومع احترامي ومش عايز حد يزعل، ان بتكلم للصالح العام، ده مش رايي انا، ده راي البرنامج، لان الناس كلها بتتفرج الحمد لله رب العالمين على البرنامج، راي الناس اللي بتقابلني في الشارع، راي المعلقين اللي هم بيذيعوا على المباريات. انا ما بجيبش الكلام ده من عندي. اتمنى التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه ونشوف حاجه غير اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت.